في دليل الإرشاد هذا سنوضح لك كيفية القيام ببي أوت بتوكن وين على موقع ألتيما بيزنس. يرى الانتباه إلى أنه يجب تفعيل محفظتك للحصول على المعاملات. لابد أن تمتلك كوين سمارت في رصيدك لتفعيل المحفظة. الحد الأدنى للتفعيل هو 1 سمارت. يمكنك الحصول على سمارت بالطرق التالية: أولا أن تطلب من شخص ما يرسلها إليك، ثانيا أن تشتريها في البورصة وترسلها إلى المحفظة، ثالثا من خلال عملية المبادلة للكونات الأخرى، عملية السواب. بعد التأكد من تفعيل محفظتك قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي الخاص بألتيما بيزنس. في حسابك الشخصي اختر قسم باي أوت الموجود في القائمة اليسرى. في الصفحة التي تفتح سيطلب منك تنشيط المصادقة الثنائية، وهذا الأمر ضروري جدا لتنفيذ الباي أوت. بعد الانتهاء من إعداد جوجل 2FA حدد الرصيد الذي تريد أن تسحب منه التوكنز في قسم باي أوت، ثم انقر على زر الخطوة التالية Next Step. ستفتح لك نافذة حيث يجب عليك تحديد عدد التوكنز التي ترغب في سحبها وعنوان محفظتك. يمكنك نسخ العنوان إلى سمارت وولت. حدد التوكنز المراد سحبها ثم ألصق العنوان المنسوخ وانقر على زر ترانسفير. بعد ذلك ستفتح لك نافذة تحتاج فيها إلى إدخال كود المصادقة الثنائية. افتح التطبيق وأدخل الكود الذي حصلت عليه في التطبيق في الحقل المناسب له. إذا كانت كل الخطوات صحيحة تظهر لك رسالة تفيد بأنه تم إنشاء طلب السحب بنجاح. انتهى الأمر، قمت بتنفيذ الباي أوت بتوكنز وين. كل المعلومات التي تحتاجها حول الباي أوت موجودة، مثل التاريخ وعنوان المحفظة والمبلغ والحالة والآيدي والهاش في قسم باي أوت ترانزاكشنز. إذا لديك أي سؤال واستفسار تواصل مع فريق الدعم لدينا. نسعد دائما بخدمتك ومساعدتك. نتمنى لك عملا ناجحا.